هرجعكم بسرعه لكاس العالم للانديه، لانه الحقيقه اللجنه المسؤوله عن تنظيم البطوله كشفت انه تم الاستقرار على نسبه الحضور الجماهيري بقى ان شاء الله في ماتشات البطوله اللي هتبتدي يوم 4 وتنتهي يوم 11، ومن المنتظر ان شاء الله باذن الله انه هيكون مسموح بحضور نسبه 30% من سعه الملاعب اللي بتستضيف البطوله في الماتشات الخاصه بها، بدايه طبعا من الدور التمهيدي او الدور الاول وصولا للمباراه النهائيه اللي هتكون يوم 11.